ميرات، أنا وياكي هلأ رح نحكي عن العمل وقديش مهم أنه شخص ينظم وقته بالعمل حتى ينجز قدر الإمكان أكثر شغل متراكم عليه. قديش منشوف أشخاص بيشتغلوا ساعات عمل طويلة لكن إنجازهم بيكون قليل، ليش برأيك هالسبب؟ رأيي أنه ما بيكونش فيه ترتيب للأولويات، فبالتالي بينجرف الشخص وبيخلي بدل ما هو اللي بيقود العمل بيخلي العمل هو اللي يقوده، فبالتالي بيخلص اليوم وبيلاقي ان هو ما انجزش ولا حتى ربع اللي هو محتاجه. فطبعا يعني ما فيش حياة عملية مثالية، ولكن لازم الشخص هو اللي يكون مسيطر بالضبط مركز بالزبط. يعني قدر بالزبط. الامكان. انا رح اقول لك اليوم عن قاعده الساعتين، سمعتي عنها من قبل؟ سمع عنها بس ما اعرفهاش بالضبط. رح اقول لك كثير بسيطه وكثير يعني عن جد بتاثر على طريقه عملنا بشكل ايجابي جدا. خلينا ناخذ على سبيل المثال شخص دوامه 8 ساعات باليوم. ده الشخص الطبيعي طبعا. الشخص الطبيعي اكيد يعني. لا مش انا ماليش دعوه بالاشخاص. مش نحن دي مش نحن خالص. أوكي 8 ساعات باليوم، قانون أو قاعدة الساعتين هي أنه أنت تقسمي هال 8 ساعات على 4 مراحل. أوكي. كل مرحلة تتضمن ساعتين. أول ساعتين بأول مرحلة بتكون هي اسمها البرو أكتف. أول ساعتين يعني الصبح، والصبح طبعا الإنسان بيكون فايق من النوم، نشيط، حاسس بقوة بحماس، فبيروح على العمل ودغري لازم بهول الساعتين يبدأ شغله فوكس مركز. أوكي. يعني بهالساعتين لازم يخلص كل الأمور المهمة اللي متراكمة عليه، يعني مثلا اجتماع مهم، تليفون مهم، إيميلز مثلا طبعا، إيميلز أوكي. مهمة أو وضع استراتيجي معينة، اتخاذ القرارات، الحاجات اللي عايزة تركيز يمكن أوكي. يعني الحاجات المهمة أوكي. لازم يخلصها بأول ساعتين، وهي الستيج أو هي المرحلة اسمها البرو أكتف. تاني مرحلة اللي هي تاني ساعتين بنهار اسمها الري أكتف، يعني رد الفعل، تفاعل بالضبط. يعني الشخص هون أثناء عمله بهول الساعتين لازم يعني يكرسهم أكثر شيء، لأنه يتفاعل مع زملائه، ممكن يعمل اجتماع صغير، أو إذا شاف أنه حدا من أحد زملائه بحاجة لمساعدة يساعده، أو إذا كان في الحاجة اللي فيها أكثر من تركيزه لوحده very active، يعني إذا أوكي. في مشكلة صغيرة ممكن يساهم بحلها إلى آخره. هو الreactive stage. عندنا الثالث stage اللي هي اسمها الactive. اوكي بهاي الستيج ميرات، سو برو اكتف، ري اكتف، بعد كده اكتف، وهلا اكتف. بهالستيج بيكون الشخص تغذى ينام بقى، ولما يتغدى لازم يريح بالضبط. ولما شخص يتغدى بعد الغداء خمول، صار عنده شويه خمول، كسل، وبيكون يعني نزلت الانرجي ليفلز عنده، وبصير هيك ينعس شوي ويتعب شوي. كوبايه شاي، كوبايه شاي بقى، مزيكا، قيلولة ايوه بالضبط. طبعا بهول الساعتين اللي هن ثالث ساعتين باليوم، لازم انه هذا الشخص يعمل الاشياء او يكرس هالساعتين للاشياء السهله الروتينيه، مثلا ممكن ترتيب الملفات على المكتب، أو التخلص من أشياء على المكتب ما عدتي بحاجتها. أنت عارفة أن أنا بقطع الورق، بعمل شريدنج للورق، بيديني شعور بالراحة النفسية فظيعة، وخصوصاً الوقت اللي أنا حاسة أنه دماغي واقفة، سبحان الله بالزبط. ومش قادرة أفكر بالزبط، لأنه أنا طبعاً أكيد دماغي بتقف كتير قوي ومن كتر من كتر التفكير، أو لما أكون زعلانة في المكتب مش عايزه اطلع الطاقه السلبيه. بدي اقول لك انا انه هالشيء انه الترتيب مش بس انه مفيد انك تعمليه بهول ساعتين بس لانه بتكوني تعبانه، لا، لانه بيريحك.